أم شهاب. أم شهاب. نعم يا ناس شيرين. يا ريت تحكي للباشا سحر كانت بترجع متأخر قد إيه، وكان في شباب بيوصلوها ولا لأ؟ أيوه، سحر كانت بتيجي متأخر، كل ليلة كان شاب جديد بيوصلها، ولما عاتبتها الأنسة شيرين كانت بترد عليها بطريقة مش كويسة. أنا متأكد إنك عملت ببنتي حاجة. أنا بتهمهم يا حد الظابط إن هما اللي خطفوا بنتي. هنخطف بنتك ليه؟ روح دور عليها. أنا عارف بنتي كويس. طبعاً أنا متأكدة إن حضرتك عارف بنتك كويس، بس سامحني حضرتك، مطلق مامتها بقالك فترة، وبقالك تقريباً سنة ما بتشوفهاش ومتعرفش حاجة عنها. وأنت عرفت إزاي؟ هي حكت لمشهاب ومشهاب حكت لي. مشهاب وانا قريبين جدا زي الاخوات بالظبط. البيت ده فيه حاجه غريبه بتحصل، بدليل البنت اللي اتحرقت امبارح. هي اتحرقت ازاي؟ وانت مالك؟ هي كانت بنتك هي كمان؟ لا مش بنته، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. هي ما اتحرقتش وسامح كويسه. كويسه ازاي؟ ما انت ولعته فيها. سماح طالبة في كلية الطب، تقريباً جالها فيروس لمرض جلدي. مسكينة. مرض جلدي يحرقها؟ يعني أظن كده. أنا مش دكتورة، بس حضرتك ممكن تسألهم في المستشفى. إيه الصوت ده؟ في عمال شغالين فوق عندنا بيعملوا صيانة للحمامات. عايز أشوفهم. أوي أوي يا فندم، حضرتك تنور. اتفضل. طبق توجه نبع مكرم. حاضر، حط زيت وملح. كتر الزيت يا دي عبد الله. امسك يا سيدي. تسلم ايدك. عينيا. زود الزيت يا دي. ادي الجبنه دي للزبون. اجا اللي هو نبع مكرم. البنت صابرين ما عدتش عليك النهارده ولا ايه؟ ما عدتش ولا شفتها ولا شميت ريحتها. امال هتقضى من ايه؟ تقضى يعني ايه؟ انا مالي؟ هو انا مدير اعمالها؟ وانت بني ادم انت مش هتدفع ثمن اللي انت طفحته؟ قصدك ايه؟ ده انت فين ياخد فلوس منك اصلا؟ ده طعم وحش. ايوه ياخد فلوس منك، امال ايه طعم وحش اهو، دقت انا. ده طعم وحش الاكل ده؟ طب تقلع الله من هنا. طب بقول لك ايه؟ هات اي حاجه من عندك. نفس الحاجه من عندك. ازاي يعني؟ هقول لك حالا. خد وهات. هات ما دام في فلوس هات. خد. خد. ايه ده؟ إيه؟ الفول ده محروق. ايوه الفول ده محروق. ايه خبيها للحكومه تحسنا. امشي اتكل على الله. محروق ايه؟ هو انا بديكم من قعر القفه؟ من قعر القدره؟ انا هفضل ادور على بنتي، ولو عرفت انك ورا اختفائها مش هرحمك. عيب بجد عيب. انا متحمله حضرتك من بدري علشان مراعاه لحالتك النفسيه. مش هرحمك. ايه لما تبقى تلاقيها؟ لما الاقيها. قصدك ايه يا فندم؟ انا عارفه الاشكال دي كويس. دي طفشت مع الراجل اللي كان بيجي معاها. اخرتي، انا بنتي اشرف منك. يمكن لو كنت وفرت طاقتك دي انك تهتم بيها وتحتويها ما كناش بقينا في الموقف ده. لو جبت سيري بنتي تاني على لسانك انا هقتلك. خلاص خلاص يا استاذ رافض، انا ههتم بالموضوع ده بنفسي. يلا بينا. Thank you.
مش فقه عليها قوي. انت مختفيه فين اليومين دول؟ سيبوني في حالي كفايه اخر مره. سيبك ازاي يا صابرين؟ انتوا اختنا، معقول نسيب اختنا برضه؟ اه هو ممكن مش امي واحده، بس الشارع هو اللي جمعنا وخلينا ناكل على رصيف واحد. صابرين قولي لي بقى فين نوجا وليلى؟ لا والله ما اعرفش عنهم حاجه. يعني حتى اخواتك اللي كانوا معاكي في المؤسسه مش عارف عنهم اي حاجه؟ وانتوا عايزين مني انتوا الجوز بقى؟ عاوزينك في مصلحه تغير حياتنا كلها. لا بقول لك انت وهو، انا مش هشتغل معاكوا تاني، فاهمين؟ صابرين استهدي بالله كده احسن لك. ايوه مش عايزين نسمع الناس بينا. يا علاء تلاقيها قلقانه، بس هي بتاعتنا والله. لا بقول لكم ايه، انتوا عارفين ان الشغل ده ما ياكلش معايا، انا اصلا ما بخافش. بس هتخافي المره دي، في عمليه معايا ولازم تكوني انت موجوده فيها، وانت لازم انت تعمليها، وزقها هيفهمك على كل حاجه. انا رايح اجيب سجاير وارجع لكم. سلام. سلام. بصي بقى انا هفهمك الحوار من طقطق لسلام عليكم. بس يومين كده ونيجي على طول. خلي بالك من نفسك، ولو احتجتي اي حاجه من المنصوره بلغيني. وعموما يا ستي مش هنساكي في اكله البط والمحشي، امي بقى احسن واحده تعمل. بقول لك ايه، احنا هنروح نعدي على سماح في القصر العالي نطمن عليها قبل ما نسافر. طيب انا هاجي معاكم. صراحه احسن، يعني رد فعلك اللي عملتيه اول ما شفتيها وهي محروقه كان غريب جدا، المفروض ان انتوا اصحاب يعني. مش عارفه اقول لكم ايه، والله انا بحبها جدا، بس يعني انا ساعات بتعامل بطريقه عكس طبيعتي. يعني انا لما شيرين قالت انها جالها فيروس بجد انا خفت اتعدي منها، بس لما قعدت افكر كده وهديت قلت لا سماح مستحيل اصلا تعمل كده. مش عارفه اوصف لكم الموضوع ازاي، يعني انا كنت عايزه احضنها بس متردده ومش عارفه ليه. يا نيلي انت انسانه طيبه وجميله والكل هنا بيحبك، وعادي يعني كلنا عندنا نفس العيب ده، ساعات ما بنبقاش عارفين نتصرف بعض المواقف. المهم ان انت تروحي لها وتوريها ان انت واقفه جنبها. بس على فكره بقى انا اتاكدت انه فيروس، انتوا ما شفتوش شكلها بقى عامل ازاي؟ لا لا ده انا الدكتور اكد لي فعلا ان هي ماده كاويه، وستر ربنا يعني انها ما دخلتش في عينيها. عامه انا كلمتها وقالت لي ان باباها هيجي ياخدها بكره الصبح. طب يلا بقى عشان احمد هيستناكي تحت كتير. احمد؟ ده احمد مين بقى ده ان شاء الله؟ لا لا ابدا، ده معيد عندنا في الكليه ومسافر معانا عادي. مسافر معانا كمان؟ لا 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 ده الموضوع شكله كبير قوي. لا ده انت تحكي لي كل حاجه. Thank you.
تمسكي ايديها وتطبطبي عليها كده، ما يمكن الفيروس اللي جالها ده معدي. هي طلع عندها فيروس؟ بيقولوا كده. ايوه جالها فيروس ومش عارفين ليه علاج لحد دلوقتي، والاستاذه عماله تطبطب عليها. يا شيخ حرام عليك، انت مش عارفه ان هي عندها فيروس، بتقولي كده بس وخلاص. بصي يا طيبه قلبك، دي حاجه كويسه وانت عارفه ان انا بحبها، بس برضو لازم تخلي بالك على نفسك شويه. يا اخي اما انت ما عندكش دم صحيح، حط قدامك طبقين فول وتاكل من لوحدك. طب اديني حته طبعا مفول يجي. عض قلبي ولا تعض رغيفي، خليك في حالك. يا عم كرم هات الفول يلا خلينا ناكل. حاضر حاضر حاضر، احلى طبقين فول بالهنا والشفا. تسلم يا عم كرم يا جميل. امسك يا عم كرم. ايه؟ هات لنا بيض بدل اللي خلص ده. من عينيا الاثنين. بقول لك ايه؟ وانت ليك في موضوع العفريت ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما عفريت الا بني ادم. بس بصراحه يعني انا شفت عفريت وانا صغير. عفريت؟ اه، وام الله يرحمها كانت دايما تضربني وتقول لي امشي يا عفريت امشي يا عفريت. ماشي يا عم كرم ماشي. بس عليش ما تقول ايه عسل. كل يا طفص. بقول لك ايه صحيح، انت كنت تعرف ان اسمها صحر دي كويسه؟ يعني صحر اللي ابوها بيجي عليها هو بالظبط. نعم بشوفها. قول لي بقى، هي فعلا كانت بتروح وتيجي مع شباب وعربيات تجيبها وعربيات توديها وكده؟ ليه؟ ولا منظر؟ في ايه؟ شايفني سوسن؟ يا عم هو ايش عرفه هو؟ اكيد لو حد كان بيجيبها ويوديها اكيد كان بيستناها بره الفيلا قاعد، اكيد مش هتدخله جوه معاه الفيلا. فيلا ايه؟ هو انت بتسال مين؟ هو انت فاكره ظابط؟ يا بويك ايه؟ مالع الكتفات دي ايه؟ منظر؟ اه منظر. كرم! اسم المعلم كرم. نعم. ثلاثة فول هنا. ثلاثة فول لمين؟ ما انتم مش هتاكلوا. امال مين اللي هياكل الثلاثة فول؟ انا. هلاقي دي حتة مني، ماليش غيرها في الدنيا كلها. ما تقلقيش خالص، هنقف عينيا. طيب المرة الجاية بقى ممكن اجيب بابا وماما؟ وماله يا حبيبي، ينوروا يا ميت، اهلا وسهلا. نورت المحل يا ست الكل. شكرا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، نورتينا. هاتي هاتي حق ايدك، السلام عليك. هاتي هاتي ايدك على مين؟ ايوه سلمي بيها. على ميلك على ميلك. على مين؟ على مين؟ كاتين. على مال؟ على مال؟ بالروح يا ابني. على مين؟ بالروح. على مين؟ اقعدي بستريح. ألف ألف سلام عليك ست الكل.
والنبي والنبي يا ابني روح روح هات لي كركديه من القهوه اللي بره. عيني اجري يا ابني اطلع ساعه بسرعه. حاضر يا معلم. معلش معلش. الف الف سلام عليك. الف الف سلام عليك ست الكل. معلش يا اخويا بس انا تعبان شكلي نسيت دواء الضغط. اخد الدواء النهارده. اتفضلي اتفضلي. شكرا يا ابني. ولا الله يصلح حالك. تعبانه خالص. تعبانه يا ابني. اوماي اجيب لك حاجه؟ لا لا يا ابني انا معلش انا هقوم وهجي لكم وقت تاني. انا تعبانه جدا مش قادره. ايوه سندوني والنبي اسندها. يا ابني يا صف والله يا حبيبتي. ربنا يوقف لك ولاد الحلال. الله يخليك الله يخليك. امين امين. لا اله الا الله ربنا يشفي كل مريض. البيت ده مش طبيعي. البيت ده فيه حاجه غريبه. البيت اللي مش طبيعي والبيت اللي غريب. انت مكبر الموضوع ليه يا مروان؟ اسمع من اخوك عمرو. فاكر اليوم اللي اتحرقت فيه سماح؟ فاكر اليوم ده انا كنت واقف فيه في الجنينه سمعت صوت قطط بتناولوا. ابص يمين وشمال ما لقيش اي قطط. اسمع صوت ولكن ما اشوفش قطط. شويه وبصيت لقيت حد بينده عليا. اقول نعم محدش بيرد. ابص الاقي واحده بتعيط. شويه الاقيها اختفت. يا عم انت تلبسنا بقى ولا ايه بقى يا عم انت؟ دي مين دي البت اللي اختفت دي؟ يا مروان يا حبيبي ما طول ما انت حاطط صوره ورده هانم على تليفونك مش هتحلم غير بكوابيس وهتشوف عفاريت وقطط بتناولوا. انا مش فاهم ايه سر تمسكك بالصوره دي على تليفونك. هتطلع لك يعني؟ ايوه يا عم الجو بتاعك ماشيه معاك حلاوه. سعيد اسكت. وانت دايما تسد نفسي كده. صابرين كنت فين؟ وحشتوني يا بنات. كنا بندور عليك. شكلك كده عامله مصيبه. مصيبتين. وبعدين معاك انا مش قلتلك ابعد عن بنات المكان. سحر دي كانت تستاهل اللي جرى لها. كانت طالعه فيها شايفه نفسها فاكرة نفسها زي حواس. دي كانت بتدور على تاريخ الفيلا. وانت عرفت منين؟ يعني ايه عرفت منين؟ هو ده سؤال؟ وهي هجيب تاريخ الفيلا منين؟ انت من ساعة ما عرفت ان هي في كلية الآثار وانت مش على بعضك. ابعد عن البنات هنا وخلينا ايد واحدة وانا هقول لك تعملي ايه. قلت لك مليون مرة لا. انا ما بسمعش كلام حد. انسي الموضوع ده خالص. أنا عارفة كويس أنا بعمل إيه وبعرف أتصرف لوحدي. أنا هاكل. تاكلي بيتزا؟ ها؟ After 9 بيتزا؟ Yeah. Yeah, yeah, that's me. I want medium stuffed crust, extra cheese, extra mushroom, extra onion, extra care. دي فلة. ونرد عليها شوف عايز ايه. نعم عاوز ايه وانجزي عشان مش فاضي وعندي تصوير. وبعدين هو انت مش خططت بتكلميني تاني ليه؟ ايه يا الف بركه يا الف بركه عليك يا اختي انت وهي. ده النهارده عيد. بقول لك ايه يا بنت انت اقفلي وما تكلمنيش تاني تمام. في ايه؟ مفيش يا سيدي. فلة بتقول لي ان وردة خطبت هي كمان وبتقول لك ما تكلمهاش عشان خطيبها ما يعملش معاها مشكله. فيها مروان زعلان ليه؟ دي حتى سيرتها كانت بتطفش العصافير من الفيلا
وبعدين هي شافت مستقبلها، شوف مستقبلك انت كمان. معلش يا صاحبي، هي البنات كده دلوقتي ياخدونا لحم ويرمونا عظم. والحب اللي كان بيننا؟ حب ايه يا مروان؟ انت بتصدق الكلام ده؟ كل واحده دلوقتي بتدور على مصلحتها وبس. شوف مستقبلك يا مروان. حب ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ حب ده كان زمان، ايام سعاد حسني. شت يا عم، انت قارف ملحتي كده ليه؟ أكيد أبوها غصب عليها. أبو مين اللي غصبها؟ أبو فلة ولا أبو وردة؟ يا مروان، ده أبوها ما بيعرفش يحكم عليها أصلاً. شوف مستقبلك يا مروان. أمال إيه يعني اللي حصل؟ كانت لسه بتكلمني إمبارح. أديك قلت، كانت بتكلمك إمبارح. والنهاردة اتخطبت. تلاقيها بس ما كانتش مالية إيديها من العريس. شوف مستقبلك يا مروان. همن دول ستات قادرة. يعني كل اللي بينا ده كان وهم. معلش يا صاحبي، بكره ان شاء الله هتبقى نجم كبير وهي اللي هتندم عليك.